نحن من 2012 ظلمنا من وراء أردوغان. أردوغان أطماعه كبيرة. أردوغان ليس بس بده رجابة. أردوغان بده العالم كله يسمى باسم الإسلام. أين الإنسانية من أردوغان؟ يعني شردنا وبهدلنا. أول شردنا وسرقوا أغراضنا. شردنا وبهدلنا الأطفال. شو ذنبهم؟ مليون بشر رجوا نايمين بالشوارع. إيش ذنبهم هذول الأطفال؟ شو ذنب النساء هذول؟ كلهم نساء وعاريتهم. وين يروحوا هذول؟ الأمراض الأطفال النساء مليون بشر من الخطاطة كله روحوا. وين يروحوا؟ هاي الإنسانية، هذا الدين اللي